لا أشعر بالنعاس إلا لحظة توقفي على القراءة أو الكتابة. السلام عليكم. الفتح بن خاقان، لا أحد غيرك يزعجني في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل. لا أخي، قلنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا. كنت متأكدا أنك ما زلت ساهرا، وأن النعاس لا يعرف طريقه إلى عينيك هذه الأيام. ومن أين لك بهذه المعلومات عني يا صديقي؟ كلما عرفت أنك تستنسخ كتابا أقول في نفسي إن علي بن يحيى لن يترك الريشة إلا بعد الانتهاء من الكتاب كله. همي الوحيد هو الكتب، حب القراءة واقتناء الكتب على جميع أنواعها. رحم الله والدي، لم يورثني إلا هذا الميراث، ولذلك كان من المقربين إلى الخليفة السابق المأمون. قلما اجتمع العلماء والأدباء في ديواني ولم يكن والدك حاضرا. أيها الوزير الصديق، العلم والمعرفة هما زادي، هما أصحابي. قل لي يا صديقي، هل دفعت لصاحب الكتاب ثمن استئجاري؟ قبل أن أفرغ من استنساخ. يا رجل، أنت دائما هكذا على عنادك وكبريائك.
لا، إنها الحقيقة. الحقيقة أنك خالي الجيوب، ولا يمكنك دفع ما يريده صاحب الكتاب، وما علي إلا أن أعطيك هذا المبلغ من المال لتدفعه للرجل. لا تنظر إلى الكيس، بل افتحه وانظر إلى ما فيه من مال. ماذا كنت سأفعل لو لم يكن صديقي هو الفتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكل؟ من واجبي أن أساهم معك بنشر العلم والمعرفة للناس، ولكن أعباء الدولة الملقاة على عاتقي تمنعني من الالتفات إلى ما تقوم به، وليس أمامي إلا مدك بالمال، وهذا أقل واجب أقوم به نحو رجل مثلك يسعى إلى نشر العلم والمعرفة. بارك الله فيك أيها الوزير الصديق، وشكرا لك. عندما تنتهي من هذا الكتاب لك عندي مفاجأة سارة. أستودعك الله الآن. بأمان الله. فعلا إن الصديق عند الضيق. جزاك الله خيرا يا ابن الجهم، هات زدنا من شعرك الظريف. سأخبر مولاي الخليفة المتوكل على الله ما صادفته أمس. دخلت علي امرأة قبيحة فرأيتها قد كتبت اسمي على خدها البشع. على خدها؟ وبماذا كتبت؟ بالمسك يا مولاي، وقد مزجته بألوان بيضاء وسوداء. رائع، إذا قل في ذلك شعرا يناسب. الآن؟ أجل الآن، ألست شاعرا اعتاد مجالسة هؤلاء الشعراء هنا دائما؟ بلى بلى يا مولاي بلى. حسنا، ما بك يا ابن الجهل؟ ها؟ بما سكت؟ قل ما تشاء بشأن كتابة اسمك على خد تلك القبيحة. وكاتبة بالمسك في الخد جعفرة، بنفسي مخط المسك من حيث أثرى. لئن كتبت في الخد سطرا بكفها، فقد أودعت قلبي من الحب أطهرا. فيا من لمملوك لملك يمينه مطيع له فيما أسر وأظهر، ويا من مناها في السريرة جعفر، سقى الله من سقيا ثناياك جعفر. أحسنت أحسنت وأجدت يا محبوبة، كأنك فعلا صاحبة الموقف الذي تعرض له ابن الجهم. تلبدت خواطري حتى كأني لا أحسن حرفا واحدا من الشعر. الويل لك يا ابن الجهم. اسمع عني يا مولاي، لقد غاب عن ذهني. السلام على مولاي المتوكل وعلى جميع الحاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يأذن لي مولاي بمغادرة المكان؟ مولاي، إن عهدكم الميمون يا مولاي يحث على العلم والتعليم. هذه أمور بديهية لا يمكن أن نتجاوزها أبدا. ثم أنت أدرى الناس بما ننفقه على أهل العلم. ما من شك في ذلك يا مولاي، ولكن تظل هناك شموع مضيئة في ظلام حالك قد لا ننتبه إليها، أو ربما هي تعمل في هدوء بعيدا عن الضوضاء. وأين هي هذه الشمعة المضيئة والتي عميت أبصارنا عن رؤيتها؟ أستغفر الله يا مولاي، ما قصدت ذلك، ولكن لا يخفى عليكم أنه في كل مجتمع رجلا يعمل بعصامية وصمت. طالما رأى وزيرنا أهمية ذلك المجهول فأصبح من الواجب علي أن أميط عنه اللثام ليكون معلوما. من هو أيها الوزير؟
إنه علي ابن يحيى مولاي، وعائلتهم معروفة بعائلة المنجم. علي ابن يحيى، علي ابن يحيى، لعله نجل يحيى ابن المنجم، خادم المأمون ونديمه. أطال الله عمر الخليفة، فقد أصابه بعينه. إنه يعشق العلم ويقصد العلماء أينما كانوا، يستأجر الكتب النفيسة ولا يملك درهما واحدا، ولولا لفتة الأصحاب وأهل العلم له لما تجوع. ماذا تقول أيها الوزير؟ ماذا تقول؟ ابن المنجم، ابن عائلة العلم والمعرفة، تصل الأمور به إلى هذا الحد، وأنا، أنا آخر من يعلم؟ هذه مسؤوليتكم أنتم، كان يجب لفت نظر إليه قبل الآن. عفوك يا مولاي، لنبدأ معه منذ الآن. علي به، أريد التحدث معه. سيكون هنا في أقرب وقت إن شاء الله. وهل ستطول سفرتك هذه المرة يا ابن المنجم؟ مدة المسافة بين بغداد والبصرة، أما إقامتي هناك فمرهونة بمدى تجاوب الرجل الذي أقصده لاستئجار كتابه. يا عزيزي، عودتني ألا تخفي عني شيئا، وأحس الآن أنك... اطمئن يا عبد الرحمن، اطمئن، لدي المبلغ الكافي لذهابي وعودتي ولدفع أجرة الكتاب، وحتى لشرائه إذا أراد الرجل بيعه. الأفضل أن تستأجره؟ بل الأفضل أن أشتريه ليصبح ملكا لي، أضيفه إلى الكتب القيمة التي وفقني الله إلى جمعها حتى الآن. كتب، كتب، وماذا ستفعل بها كلها؟ لو كان بإمكاني أن أشتري كتب الدنيا بأكملها لم أتأخر يا عبد الرحمن. وماذا ستفعل بها؟ أحقق بها حلم عمري. وما هو حلمك يا ترى؟ بناء أكبر مكتبة عرفها الناس، بناء مكتبة أجمع فيها أندر الكتب وأثمنها وأكثرها قيمة، أجمع كتبا تحمل في بطونها المعرفة لكل الناس. إن طموحك الكبير وسهرك المستمر يجعلاني أتيقن بأنك ستصل يوما إلى تحقيق حلمك، لأنك شاب تمتلئ نشاطا وثقة بالنفس. هل تعرف ماذا سأسمي هذه المكتبة إذا تم لي تحقيقها؟ ماذا؟ خزانة المعرفة. خزانة المعرفة، وفقك الله يا ابن المنجم، ويا ليت أمثالك يكثرون، فكانت بغداد منارة العلم للدنيا كلها. ابن المنجم، أين صاحب الدهر؟ إلى كل من يسأل عني توجهت إلى البصرة لاستئجار الكتب، وربما أتوجه بعد ذلك إلى خراسان للغاية نفسها، تمنوا لي التوفيق، فأنا أجوب الأقاليم السبعة كلها وراء الكتب وما في بطونها. ابن المنجم.
من ابن المنجم؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. كيف حالك يا أبا يحيى؟ بخير والحمد لله. هذا ولدي يحيى، لعلك لا تعرفه. أهلا وسهلا، كيف حالك يا يحيى؟ بخير والحمد لله. ألا قل لي يا أبا يحيى، هل نسخت كتبا جديدة؟ أما زلت تقصد الذين ينسخون الكتب؟ طبعا، أنا هنا من أجل ذلك. طرقت منذ يومين لنسخ كتاب جديد. وماذا يحوي يا أبا يحيى؟ يحوي إرشادات ونصائح للمرضى، وفيه شرح طويل لبعض الأعشاب الطبية التي لا تخطر على بال أحد. كتاب في الطب إذن؟ لا، لا يمكننا تصنيفه هكذا، ولكنه يدور حول بعض الأمور الطبية. لا بأس، فأنا واثق أنه ما من كتاب جديد إلا وفيه الفائدة. جزاك الله خيرا يا علي، تفضل ادخل الدار، لا تليق وقفتنا هنا. تفضل تفضل يا ابن المنجم، ريثما احضر لك الكتاب. لعل يحيى سيكون ناسخ كتب ناجحا كوالده تماما، يقصده اهل العلم من كل مكان. هذا ما يجبرني عليه والدي. يجبرك؟ أجل، فأنا لدي ميل للسفر عبر البحار لدراسة النجوم والأفاق. هذا شيء عظيم، ووالدك يمنعك من تحقيق ذلك؟ أجل. وكيف تتصرف إزاء هذا الموقف؟ للحقيقة أنا قلق للغاية لعدم تحقيق رغبتي. ولدي يحيى لا يحب مهنة النسخ، يميل للسفر وتمنعه من ذلك ثم تجبره على ما ترغبه أنت. أمعقول هذا يا أبا يحيى؟ إطاعة والدي واجبة، ولكن أتمنى لو يعطيني فرصة للنجاح. مهنة النسخ تتيح له فرصة الاطلاع على كافة العلوم، ودراسة الفلك والنجوم علم قائم بذاته، ونحن بحاجة لأمثاله. وربما يصبح ولدك في المستقبل عالما كبيرا يستفاد من علمه وتجاربه، فكيف تمنعه من تحقيق ذلك وأنت رجل علم وثقافة يا أبا يحيى؟ أنا لي خبرتي في الحياة يا صديقي. وخبرتك تدفعك لأن تجبره على ما تريده أنت؟ كنت أريده امتدادا لأبي ولي في مهنة النسخ. هل تعلم ما معنى إجباره على ترك ما يهوى من العلوم وإذعانه لمواهبك؟ طمس إجباري لمواهب ابنك، توجيه قسري لاختياراته، خنق ما يريد إبرازه من العلوم والإبداع، وفي النهاية سيفشل في مهنتك لا لعلة فيه، بل لعدم رغبته فيما تجبره عليه. كأنك تعرف ولدي منذ سنوات. ماذا تقصد يا أبا يحيى؟ نفس الكلام الذي تقوله الآن يواجهني به دائما، أشعر وكأنكما اجتمعتما من قبل. أبي، إذا تطابقت الآراء بين مدينة وأخرى فهذا لا يعني أنهما التقتا من قبل. اجتمعت آراؤنا، إذن توجهاتنا تلتقي. المعرفة حق له، لا أنا ولا أنت ولا أحد يستطيع كتم مشاعره وكبت مواهبه. دعه يحقق طموحاته. أراك مسرورا يا ولدي مما يقوله ضيفنا. بالتأكيد، لأنه بإرغامك إياه سيحصل في النهاية على نتيجة واحدة. أنا أستأذن. تفضل. وما هي هذه النتيجة يا ابن المنجم؟ الفشل، وتكون أنت السبب في خنق إبداعه وعطائه. طور عنده روح المبادرة والحس
والخيال الخصب ليصقل شخصيته، وإلا ستلغي عنده كل تعبير حر، وبالتالي ستحرمه من حقه الطبيعي في الحياة. وما هو هذا الحق؟ الحرية. زيارتك لي هذه المرة يا ابن المناشم فتحت أمامي أفقا جديدا، خصوصا فيما يتعلق بمستقبل ولدي يحيى. تفضل الكتاب. مولاي، لنا رجاء بشأن سفركم إلى دمشق. تفضل ابن خاقان. أرجو أن يعدل مولاي عن السفر أو أن يؤجل هذا الأمر. ولماذا؟ لدينا معلومات أن أهل السوء ما زالوا يضمرون الشر لمولانا المتوكل، لهذا جئت لاطلاعكم. ولكن لا يخفى على وزيري كم لزيارة هذه من أهمية. أعلم ذلك، ولكن سلامتكم فوق أي اعتبار. أرجو أن يؤخذ كلامي على محمل الجد. أيها الوزير، أريد شرح ما يخطط له الأعداء بالتفصيل. بكل تأكيد هذا واجب، ولكن نتمنى على مولانا المتوكل أن يعطينا المزيد من الوقت ولو لأسبوع واحد، وبعد ذلك سنطلعكم على كافة التفاصيل. هل هم من الذين في قلوبهم مرض؟ أجل، فزادهم الله مرضا. حسنا أيها الوزير، سأعمل بما أشرت إليه وأتريث بالسفر، ولكن عليكم حسم هذه القضية بأسرع وقت. كما تشاء يا مولاي. ولا بد من السفر قبل حلول الشتاء. بإذن الله. هيا يا ابن المنجم لنأكل أولا لعلك تستعيد نشاطك من عناء السفر. شكرا لك يا عبد الرحمن، الحقيقة أن وجودك بقربي يريحني كثيرا، يكفي ما أتعلمه من تجاربك في الحياة. وأنا أرى فيك الشاب الطموح، لا تتصور كم أستبد نشاطا من صبرك وإصرارك على النجاح. محبوبة، هل بإمكانك أن تسمعين شعرا حول هذه التفاحة الجميلة، أم غاب خيالك كما غاب خيال الشاعر ابن الجهم؟ مولاي مولاي، خيالي لا يغيب إلا أمام هيبتك ونظراتك الجادة. يا طيبة تفاحة خلوت بها تشعل نار الهوى على كبدي، أبكي إليها وأشتكي دنقي وما ألاقي من شدة الكمد. لو أن تفاحة بكت لبكت من رحمتي هذه التي بيدي. إن كنت لا ترحمين ما لقيت نفسي من الجهد فارحمي جسدي. محبوبة، أية شاعرة أنت! هنيئا لهذه التفاحة، فقد كانت مصدر شعري محبوبة. مولاي، هل تسمح لي بإسداء نصيحة لمحبوبة؟ قل ما تشاء يا ابن الجهم. أيتها الشاعرة محبوبة، أنصحك بعدم أكل هذه التفاحة. لماذا؟ لكي تبقى ذكرى عطرة تحكي قصة أبيات جميلة من الشعر. كما تشاء يا ابن الجهم، بعد إذن مولاي. طبعا محبوبة. أمر مولاي. أبيات الشعر التي أسمعتنا إياها ستحولينها إلى أنغام عذبة لتكون من أجمل ما سمعت من قصائد مغنات. أمر مولاي، وستكون جاهزة للغناء حيث تشاء.
السلام عليكم. وعليكم السلام يا عافية ابن شبيب. تفضل تفضل ادخل. سأدخل ولكن بشرط لتلقي المزيد والجديد من الكتب. لا أخفي عليك يا عافية، فآخر كتاب لدي أخذه رجل من بغداد. من بغداد؟ ليتك تطلعني على اسمه وعنوانه، لأنني أنوي السفر إلى هناك طلبا للعلم والمعرفة. هو علي بن يحيى المعروف ابن المنجم. ابن المنجم اسم ليس بجديد على مسمعي. في بغداد يعرفه الجميع، بمجرد وصولك إلى هناك تسأل عنه، وأعتقد أن أي شخص يرشدك إليه، وإن صعب الأمر عليك اقصد أهل العلم والشعر والغناء. إذن سأجتمع في بغداد برجل زاده العلم والشعر والغناء. أجل يا عافية أجل. وما أطلعتني عليه يجعلني أسرع حالا إلى بغداد. قبل أن تسرع إلى بغداد لدي كتاب أرغب أن تطلع عليه. عودتني دائما على رؤية الدرر بين صفحات كتبك. هذا الكتاب صاحبه من مر توفي، فطلب مني أبناؤه تأجيره بعد نسخه. وعما يتحدث؟ عن الكيمياء. هذا ما أبحث عنه. تفضل. شكرا لك يا عافية، ولكن قل لي متى سأرجعه لك حين عودتي من بغداد. لا بأس لا بأس لا بأس. نسيت أن أسألك سؤالا عن ابنك يحيى، منذ مدة لم أراه. حقق أمنيته، أصبح بحارا ويعد نفسه ليكون عالما بالنجوم والآفاق. بلغ سلامي لابن المنجم وأخبره بما أطلعتك عن ابن يحيى. ولماذا أخبر ابن المنجم بالذات؟ لا لشيء، ولكن أرجو إبلاغه ذلك. ها؟ كما تشاء يا أبا يحيى. فكرة ممتازة، لابد من زيادة عدد المكتبات التي تضم كتب العلم والمعرفة. عفوك يا مولاي، المكتبات الموجودة تختلف عما أنوي إنجازه. صحيح أن هناك مكتبات، ولكنها تبحث في علم صاحبها فقط. وكيف أيها الوزير؟ إذا كان العالم مهتما بعلم الفلك مثلا، يجمع المؤلفات التي تهتم بهذا الباب من العلم، وقص على ذلك المعنيين بالطب أو الهندسة أو الكيمياء أو حتى بالتاريخ والشعر. وابن المنجم يسعى لجمع كافة هذه العلوم التي ذكرها الوزير في مكتبة واحدة. أطال الله عمر مولاي، هذا ما قصدته تماما. فالمكتبة العامة تحوي على أنفس المخطوطات في شتى العلوم وحتى المترجم منها. أحسنت أحسنت يا ابن المنجم أحسنت. أنت فعلا رجل علم، وفوق ذلك رحالة تنشر المعرفة في كل مكان. ولا يخفى على مولاي كم من الناس يسعون لكسب المعرفة والعلم، ولكن الأبواب كثيرا ما تكون مقفلة في وجوههم، فتكون المكتبة العامة بحرا يعب منه كل طالب علم ومعرفة. اطمئن بالا يا ابن المنجم، فهذا ما سيكون بإذن الله. ومتى ذا عصيتها سيقصدها الناس من كل حب وصوب. يا ابن المنجم استمر بما أنت عليه، ونحن سنقدم لك بعض المال علّه يساعدك على تحقيق ما تصل إليه. أما أنت أيها الوزير ابن خقان فلك تقديرنا، لأنك تبحث عن نماذج هي كالنجوم التي تضيء سماءنا، كأمثال ابن المنجم. هذا بفضل الله وتشجيعكم يا مولاي. شكرا لكم يا مولاي. هل تأذنون لي بالانصراف؟ بأمان الله. وصلت يا أخي، أنت في دار ابن المنجم. الحمد لله الحمد لله.
وأين ابن المنجم؟ لا بد وأن يأتي، أرجو ألا يتأخر. المهم أنه في بغداد ولم يسافر إلى أي مكان. معلوماتي أنه في بغداد، وإذا طرأت له فكرة السفر فلن يتأخر، ربما قد فعلها. ها؟ ماذا؟ اطمئن، ابن المنجم لن يسافر دون إبلاغي. خطوت أول خطوة نحو تحقيق حلمي يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أعتقد أنك ابن المنجم. أجل، أنا هو. جئتك من البصرة قاصدا العلم والمعرفة التي تمتلئ دارك بهما. أهلا، أهلا وسهلا، أهلا بك يا أخي. ادعى عافية ابن شبيب. أبلغك سلام وتحيات الناسخ أبي يحيى، ويحيطك علما أن ولده يحيى قد حقق أمنيته. حقق أمنيته؟ تذكرت، أخبار سارة تحملها يا ابن شبيب. هيا يا عبد الرحمن، هيا لنتعاون على إعداد الطعام للضيف الكريم. ليس قبل أن تخبرني ما دار بينك وبين الخليفة. المكتبة العامة سوف ترى النور بإذن الله يا عبد الرحمن، وما ذهابي إلى قصر الخليفة إلا بمثابة طرق باب من الأبواب التي يجب علي أن أطرقها في سبيل تحقيق حلمي. هيا هيا لنعد الطعام. أما أنت يا عافية فأنت لست ضيفا، أنت واحد منا، وهذه دارك، دار العلم والمعرفة. شكرا لك أيها الأخ الكريم، فلولا هذه المساعدة التي تنوي تقديمها لي لما تمكنت من المضي بتحصيل العلم. قد وهبت نفسي وعلمي وكتبي في سبيل نشر العلم والمعرفة. أين أصبح ابن المنجم في مكتبته التي يسعى لإنشائها؟ بنى مكانا مناسبا وبدأ بتجهيزه فعلا. هذا الرجل قل نظيره. يحيرني بأعماله. ابن المنجم يحتار أين يضع نفسه. تارة أراه شاعرا وطورا مغنيا، وها هو اليوم يتحول إلى جامع للكتب. ماذا تقول يا ابن الجهم؟ ابن المنجم من عائلة عرفت بالعلم والمعرفة، وهو ما زال على هذه السيرة. وعرفت أخيرا أنه حول داره مقرا للعلماء والشعراء، وها هو اليوم يفتتح مكتبة عامة على نفقته الخاصة. وأحضر المترجمين لنقل الكتب الأعجمية إلى لغتنا العربية، واستعان بالناسخين للعمل بالمكتبة، وينوي تفريغ عاملين خاصين للمكتبة أيضا، وكل ذلك على نفقته هو. عمل يستحق الاحترام عليه، أدعو ألا نتأخر جميعنا عن مساعدته. لا تتسرعي يا محبوبة، لطالما أقدم على أمور ما لبث أن تراجع عنها فيما بعد. أنا لا أستبشر به خيرا. اسمح لي أيها الشاعر، إنك تظلم. اسمح لي أنا أيضا. ثم من قال لك إنه تراجع عن أمور ينوي تنفيذها؟ الشعر فابن المنجم لا زال ينظمه، الغناء الرجل يتمتع بصوت جميل، وكلما سمح وقته بالغناء لا يبخل بذلك. كل ذلك شأن، وسعيه لفتح مكتبة عامة شأن آخر. الخلفاء جميعا لن يبخلوا بتبني دور العلم ورعايتها، ولا ننكر أنهم أنفقوا الأموال في سبيل ذلك، لكن فضل ابن المنجم لا يقدر. ولماذا يا محبوبة؟ لماذا؟ لأنه فرد واحد وضع على عاتقه هذا العبء الكبير متطوعا. أرجو أن يستمر. سيستمر، واعلم يا ابن الجهل أن ابن المنجم سيكون فاتح أول مكتبة عربية عامة. عبد الرحمن،
ستكون أنت المسؤول عن هذه المكتبة أو الخزانة، وستنال الراتب الذي يليق بك. لا يهم يا صديقي، فتحقيق إنجازك الكبير هذا كان حلمي أيضا، لذا أنا على أتم الاستعداد لخدمة هذه الأنوار المضيئة بكل ما أوتيت من جهد وعافية. أعرف ذلك يا صديقي، فأنت صديق المشوار الطويل. عافية، عافاك الله. لقد قررت أن تكون معي دائما. وهل تأخرت لحظة واحدة منذ جئت إلى هنا؟ لا أبدا، أقصد أنك سترافقني في رحلاتي بحثا وراء الكتب، ولن أطرق مجالا إلا وتكون يدي بيدك. أرجو أن أكون دائما عند حسن ظنك يا أخي. وتقديرا لما وصلت إليه من علم ومعرفة، سترافقني إلى مجلس الخليفة والوزراء وكافة الأعيان. شكرا لك يا ابن المنجم، صحبتي لك جعلت مني إنسانا آخر. يا أبي، كيف حالك يا أبي؟ كم أنا مشتاق إليك. بل أنا القلق والمشوق يا ولدي. هكذا تتركني لعدة سنوات وأنا بهذه السن يا يحيى؟ ظروف الحياة يا أبي. أراك تعبا، تعال لتستريح يا ولدي. يا مرحبا يا مرحبا يا يحيى. ما هي أخبارك يا ولدي؟ الحمد لله يا أبي، لا تتصور سعادتي وأنا أحقق أحلامي. بدأت أعيش أسرار البحر وصمته الرهيب، وأسهر مع النجوم كل ليلة أسأل الله أن يهديني إلى أسرارها، والرجال الذين أبحروا معي كانوا في منتهى التعاون. الحمد لله، الحمد لله أني أراك مسرورا يا ولدي. والأهم أني أراك معافا أيضا. من حسن الحظ أننا التقينا قبل مغادرة البصرة غدا. تغادر؟ فإلى أين؟ علك تريد خوض مغامرة الإبحار أيضا كولدك يحيى. لا يا ولدي، الحقيقة أريد الذهاب إلى بغداد إلى ابن المنجم. أم تراك نسيته يا يحيى؟ معاذ الله، لو نسيت الناس كلهم يا أبي فلن أنسى ابن المنجم وفضله الكبير في تغيير مجرى حياتي. أتذكر يا أبي يوم كنا؟ أجل أجل أذكر يا يحيى. أجل، ابن المنجم مستمر في تغيير مجرى حياة الكثير من شبابنا وشاباتنا. وما أخباره الآن؟ أنشأ مكتبة عامة في بغداد تحتوي على أهم الكتب، وجمع فيها العديد من الناسخين والمترجمين، فأصبحت بذلك مكانا يقصده أهل العلم والمعرفة. وها أنا قررت الذهاب إليه حاملا إليه بعض الكتب الجديدة، وربما أعمل عنده كناسخ. حسن يا أبي، ولكني أخشى عليك. مما يا ولدي؟ لقد تقدمت في السن والسفر فيه الكثير من المشاق، ثم أين ستقيم في بغداد ولا دار لنا فيها؟ اطمئن يا ولدي اطمئن، فابن المنجم يقدم المال والمأوى والطعام لكل من يتعاون معه بشأن المكتبة. ومن أين له كل هذه الإمكانيات؟ من سعيه يا ولدي، لم يترك سبيلا إلا وسلكه ليؤمن للمكتبة والعاملين فيها كل ما يلزم. أوفيت يا ابن المنجم،
رجل واحد يحقق ما عجز عنه العديد من الرجال. الذي يلفت النظر أن ابن المنجم تحول إلى قاطع طريق. عفوك يا مولاي، أنا قاطع طريق؟ أجل أنت قاطع طريق؟ ألا تقف في وسط بغداد ممسكا بأيدي الشباب لتأخذهم إلى مكتبتك؟ ليت قطاع الطرق يسلكون دربا. مولاي، ليت ابن المنجم يسمعنا شيئا من غنائه الذي يشدو به من الأشعار التي ينظمها. ها؟ ما رأيك بهذا يا ابن المنجم؟ عفوك يا مولاي، الحقيقة أنني منذ بدأت بتأسيس المكتبة لم أنظم بيتا واحدا من الشعر، حتى الغناء لم يعد يجذب اهتمامي. كعادتك إذا تتحمس للأشياء في البداية ثم تهبط عزائمك فتتراجع. وكيف ذلك يا ابن الجهم؟ هذا بدلا من تهنئته. مولاي، أنا أحترم من يتفرغ لباب واحد من العلم ويقضي عمره في سبيل تنميته واكتشاف المزيد منه. ماذا يقصد الشاعر ابن الجهم؟ أقصد أنه متى تعددت أبواب المعرفة والعلم لدى رجل واحد فلا بد أنه ملاق الفشل. ماذا تقول أيها الأحمق؟ فيخرج من هنا، هذا المكان لا يليق إلا بمن كان أهلا له، فيخرج من هنا. أرجو أن يهدأ مولاي، ابن المنجم ماض برسالته ولن يتراجع، يكفي ما لقيه من تشجيعكم له. حسنا، لنعد إلى الموضوع. أين أصبحت مكتبتك يا ابن المنجم؟ الحمد لله يا مولاي، لقد أنجزنا الصعاب وما بقي سهل التنفيذ، وأخي عافية بن شبيب لا يبخل علي بشيء، يقاسمني العمل والتعب، وبإمكاننا الاعتماد عليه في كافة المسائل المتعلقة بنشر العلم. عافية ينوب عني متى غبت. أها، هذه شهادة جيدة بحقك يا ابن شبيب. شرف كبير لي يا مولاي أن أحذو حذو ابن المنجم، فمنذ صغري وأنا أتمنى سلوك درب العلم أو الخدمة في هذا المجال، وأحمد الله أن جمعني به فأثمر تعاوننا الشيء الكثير. أنت محظوظ يا عافية، إذ وقع اختيار ابن المنجم عليك من بين العديد الذين أموا داره ومكتبته. ولأجل ذلك يا محبوبة سيكون لعافية ابن شبيب عندنا نفس المكانة التي يحظى بها ابن المنجم. لا تقل إنك انتهيت من نسخ الكتاب يا أبا يحيى. وكيف لا أقول وأنا انتهيت فعلا من نسخه؟ ما شاء الله بهذه السرعة. اسمع يا أبا يحيى، مر بهذه المكتبة عدد من الناسخين فلم أجد واحدا منهم يوازيك سرعة وجمال خط وترتيب سطور. إنها السنوات والخبرة يا عبد الرحمن. هذا صحيح، أي عمل تنقصه الخبرة لابد أنه مبدور، لذلك كان ابن المنجم سعيدا جدا لذا إبداء رغبتك بالعمل معه. لا أخفي عليك يا عبد الرحمن أن الحافز الأكبر لنشاطي هو رؤيتي لتفاني ابن المنجم. نجاح الأعمال أو فشلها مرهون بالأيدي المؤتمنة عليها. أفهم من هذا أن لديك رغبة ملحة في نسخ كتاب آخر، أنت الذي تقول ذلك ولا شأن لي. هيا إذن أحضر الكتاب وسترى أنني ما زلت في ريعان الشباب، ولن أسمح لك ولا لابن المنجم أن تكونا أكثر نشاطا مني. هيا أحضر الكتاب. سأحضر لك الكتاب إذن. قضيت العمر بين الكتب، هل أتأخر اليوم عن رؤية كتاب جديد؟
لدي أسوأ خبر لك. خيرا يا عبد الرحمن. تمكن أهل السوء النيل من الخليفة وزيره ابن خلقان. ماذا تقول؟ أيوة عيشا يطيب لي لا أرى فيه جعفرا، ملكا قد رأته عيني قتيلا معفرا. كل من كان ذا هيام وحزن فقد برى، غير محبوبة التي لو ترى الموت يشترى لاشترته بملكها. كل هذا لتقبر. إن موت الكئيب أصلح من أن يعمر. تمنينا زيارتك لخزانة المعرفة. لم آتي للزيارة يا ابن المنجم، ولكني جئت أودعكم. ولم ترحلين؟ أشعر أن كل شيء تغير بعد رحيل الخليفة. هذا صحيح يا محبوبة، فهذا شعوري أنا أيضا. إن وفاة ابن خاقان سببت لي فراغا كبيرا. لن أنساه
ولن أنسى وفاءه وفضله في إنشاء هذه المكتبة. إن ابن خقان كان اليد الحنون التي امتدت إلي، والقلب الكبير الذي حمل آلامي وهمومي. رحمه الله، رحمه الله. إذن أنت معي بأن شيئا كثيرا قد تغير، والوجوه التي ألفناها في بغداد طيلة السنين التي مرت لم نعد نرى مثلها. لكن لا بد للحياة من استمرار، فالموت حق، اليوم هم وغدا نحن. لا أنكر هذا يا عبد الرحمن، ولكن الحزن على من نقضي العمر معهم. وأنا عندما أبكي ابن خاقان أو الخليفة المتوكل، إنما أبكي الذكريات والأيام التي مرت كالحلم. قاسمتني الهموم بكلامك هذا يا ابن المنجم، ولكثرة دموعي ظننت أنني الوحيدة التي تملكها الحزن، حتى تحولت أشعاري إلى رثاء دائم. ومع ذلك لا بد من تخفيف الأمر. محبوبة، إن أراد الإنسان تصغير الأمور صغرت، وإن أراد تضخيمها كبرت. وجودك يا عبد الرحمن قرب ابن المنجم يخفف عنه الكثير، فكلامك بعث السكينة داخل نفسي. بكل أسف أعيش وحيدة. لذلك يا محبوبة أدعوك للبقاء في بغداد، فرحيلك عنها ربما زاد أيامك حزنا ووحشة. هذا صحيح، وجودنا هنا يخفف عنك. تأتينا لزيارتنا متى تجئين، ونعدك ألا نبخل عليك بزيارات. ليتني أستطيع. قررت الرحيل لأن ما حصل كان كبيرا. وإلى أين تنوين الذهاب؟ بلاد الله واسعة يا أخي، ولكن لابد أن نعرف الجهة التي تقصدينها. إن سمحت لي الأيام ربما أعود لأطمئن عليكم، وإن رحلت بعيدا من هنا فأسأل الله لكم جميعا التوفيق. أبي
أبي حمدا لله على سلامتك. سلامك الله يا ولدي، سلامك الله. كيف حالك يا أبي؟ بخير بخير والحمد لله. خير يا ولدي. أبي كنت دائما القلق عليك. لا تقلق علي يا ولدي، فأنا بخير والحمد لله. ما أخبارك أنت؟ أضع كتابا عن علم الفلك يكون دليلا للمسافر عبر الصحراء وحتى في البحار، وقد قررت إهداءه لابن المنجم تعبيرا له عن تقديري واحترامي. ما بك يا أبي؟ أراك حزينا، هل أصاب ابن المنجم مكروه؟ لا يا ولدي، لا، رجل بخير، أجل بخير، ولكن قل يا أبي تكلم. ابن المنجم يا ولدي وقع تحت ضائقة مالية كبيرة، ومكتبته مهددة بالإقفال. لم نسارع لنجدته. تقفل؟ وهل يعقل أن تقفل تلك الحديقة الغنية التي كان الداخل إليها يحتار أي زهرة يختار وأي وردة يقطف؟ لا تزيد أحزاني بكلامك يا يحيى. هذا هو سبب عودتك إذن؟ لا يا ولدي، لا. هل يعقل أن أترك ابن المنجم في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها؟ لا يا ولدي، جئت للبحث عن حل يساعد الرجل، ومن ثم للاطمئنان عليك يا ولدي. وماذا فعلتم بشأن مساعدة ابن المنجم؟ ذهب كل منا إلى جهة. عبد الرحمن يسعى لتأمين بعض المال في بغداد، وأنا سأتصل بمن أثق بهم هنا. وابن المنجم أين ذهب؟ ابن المنجم ما زال في مكتبته يائس من طلب العون بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه. لا شيء جديد إذن. لم يستمع لندائي إلا ابن الكفيف، أبدى استعداده لحل ضائقتنا المالية. وهل هذا صحيح يا عبد الرحمن؟ أجل يا صديقي، ولكنه له شرطه. وما هو هذا الشرط؟ قال إنه على أتم الاستعداد لدفع المبلغ المطلوب بالكامل، ولكنه يفضل شراء المكتبة بما فيها من كتب على أن نبقى نحن نعمل فيها جميعا، ويتكفل بدفع رواتب لنا. ماذا؟ هل أصاب الضياع ابن الكفيف؟ بعد كل هذه السنوات وهذا العمر من التعب والشقاء أتخلى عن أعز ما لدي في الوجود؟ لا تقلق يا صديقي، بلغته رفضك سلفا. وهل أمامي خيار يا عبد الرحمن؟ أتحول إلى عامل يديره سيده كيفما يشاء دون سعي أو طموح إلى الأفضل؟ أتحول إلى حارس للكتب بدل أن أكون واهبا لطلاب العلم والمعرفة ما في بطون هذه الكتب؟ لا عليك يا صديقي، فالفرج آت، تمسك بالصبر، فإن الله لن ينسانا. لم يعد لدي يا عبد الرحمن سوى حل واحد، وإذا فشلت سأقفل المكتبة
وأهجر بغداد نهائيا. وما هو هذا الحل يا ابن المنجم؟ اللجوء إلى الخليفة المعتمد على الله. أبي، وصلتك رسالة من ابن المنجم. من ابن المنجم؟ ومن أحضرها يا يحيى؟ أحد الوافدين من بغداد. من بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله. يبدو أنها تحمل أخبارا طيبة. أجل يا ولدي، فابن المنجم قد تخطى ضائقته المالية ويريدني في بغداد لمتابعة عملي معه. ومن أين حصل على المال؟ من الالتفاتة الكريمة للخليفة، قدم له كل شيء وقربه وأغدق عليه الأموال. الحمد لله، الحمد لله. وهل ستلبي طلبه وتعود إلى بغداد يا أبي؟ أجل يا يحيى، وغدا إن شاء الله. ولكن يا أبي، ليتك تعدل عن فكرة السفر إليه، فأنت في سن لم تعد تقوى وتتحمل الاستمرار على العمل. ثم أنت تعلم يا أبي بأن الله تعالى أنعم علي من رزقه، ولك مني ما تطلب، وهذا أقل واجب أقدمه إليك. بورك فيك يا ولدي، فأنا لن أعود لمكتبة ابن المنجم بداعي كسب المال أبدا يا يحيى، ولكن لإكمال رسالتي مع ابن المنجم في نشر العلم والمعرفة. لكن يا أبي، المسافة بين بغداد والبصرة طويلة وشاقة، وربما عانيت الكثير أثناء الطريق. لا تخشى شيئا يا ولدي، فأنا كابن المنجم تماما، كلما اقتربت من الكتب كلما ازددت نشاطا وحيوية، وكلما ابتعدت عنها أصاب بالذبول كالوردة التي انقطع عنها الماء. ألي هذه الدرجة يا أبي لابن المنجم مكانة عندك؟ أجل يا ولدي، فأنا أفخر أنني أعمل مع فاتح أول مكتبة عربية عامة ساهمت في إيصال المعرفة إلى الناس، ونشرت أنوارها وقدمت معينها لكل ظمآن من أهل المعرفة. حقا يا أبي، وأنا أيضا لا يمكن أن أنسى فضل ابن المنجم علي، إذ لولا تدخله لصالح حقي في كسب المعرفة لما حققت ما توصلت إليه، وربما تحولت إلى إنسان فاشل فيما لو حرمت من حقي الطبيعي المعرفة. سيعلم دهري إذ تنكر لي أنني صبور على نكرانه غير جازع، وأني أسوس النفس في حال عسرها سياسة راض بالمعيشة قانع، كما كنت في حال اليسار أسوسها سياسة عفن، في الغنى متواضع وأمنعها الوردة الذي لا يليق بي، وإن كنت ظمآنا بعيد الشرائع. Thank you.
Thank you.